الناس ديال داك الدوار بدات كتجيهم الريحه كثيره. عيطوا للناس ديال داك الفيرما المهجوره، دخلوا لداك الفيرما بداو كيقلبوا في داك البيوت في داك السكن اللي عندهم تما، ما كاين حتى شي حاجه، ولكن الريحه كاينه في وسط داك الفيرما. الريحه اللي هي ماشي ديال حيوان وانما ديال انسان ميت. غادي بقاو تابعين داك الريحه من جهه كثيره، غيمشيو جهه البير. فاش غادي يقلبوا غادي يلقاو جثة ديال فتاه. شكون اللي جابها وشكون اللي دخلها تما وشكون اللي قتلها هو اللي غادي نعرفوا اليوم على قناتكم قضيه اليوم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضيه الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او ام اس تي في. في بدايه كل حلقه كنبغي نوجه الشكر للناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، الناس اللي كيشجعونا والناس اللي كيدعمونا وكيخليونا تعليق زوينه، شكرا لكم بزاف. وما نطولش عليكم وندخل معكم في سرد قصه او جريمات اليوم. متابعينا الكرام، الجريمه ديال اليوم دارت الاحداث ديالها سنه 2004 ضواحي مدينه برشيد في واحد المنطقه اللي هي تبع النفوذ ديال الدرك الملكي. متابعينا الكرام، كما قلنا في سنه 2004 واحد الفيرما كاينه في الخلا، جايه في واحد البلاصه اللي هي منطقه خلا وكاين حدا واحد الدوار. ديك الفيرما مولاها فاش مات هو والزوجه ديالو خلى الورثه ما تفهموش على ديك الفيرما، ما تفهموش على ديك القصيم ديالها. واحد كيقول له انا بغيت هذه، واحد كيقول له انا ما بغيتش حقي. شنو غادي يديروا هاد الورثه هادو؟ ما غاديش يدابزوا، هما خوت ما غاديش يدابزوا، انما غادي يحيلوا الامر على المحكمه، هي اللي غتفصل بيناتهم على ديك الفيرما. داك الفيرما كان فيها السكن، كان فيها واحد الكوارة، كاين واحد الشجر ديال الزيتون، الشجر ديال بعض الفواكه الاخرى، وفيها واحد البير. داك البير كانوا دايرين ليه واحد السداده ديال الحديد باش ما يطيح فيه حتى شي واحد او يطيح فيه شي بهيمه ولا شي حاجه بحال هكذا باش ما يتكرفش، لان داك البير مازال صالح للسقي ومازال صالح للشرب. داروا ليه واحد الغطايه ديال الحديد وداروا ليه القفل وطرقوه. داك الفيرما ما ساكن فيها حتى شي واحد، مشاو داك ولاد داك السيد اللي كان مولاها، مشاو سكنوا في المدينه، كل واحد فيهم سهل على الله، كل واحد فيهم مزوج، بقى داك الفيرما هكذاك. في سنه 2004 داك الناس ديال داك الدوار اللي حدا هاد الفيرما بداو تيجمعوا واحد الريحه اللي هي خايبه، ريحه ما يقدروش يستحملوها. علاش؟ لان ماشي ريحه ديال الحيوان كوميم تقدر تستحمل داك الريحه ديال، ولكن الريحه ديال الانسان كتكون خايبه. علاش هاد الناس هادو غادي يشكوا؟ غيشكوا بان هاد الريحه هادي ماشي ديال 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 البهايم، لانهم موالفين داك الناس ديال الدوار، موالفين البهايم كيموتوا لهم، موالفين داك الريحه، ولكن داك الريحه اللي كتخرج من داك البلاصه ما هيش ريحه ديال 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 الحيوان. هاد الناس هادو اش غيديروا؟ لان النهار الاولي كانت الريحه شويه، من بعد ولات الريحه كتعطي بزاف، من بعد الدوار صافي كلشي ضاخ بهذيك الريحه. الناس ديال هاد الدوار هذا غادي يخبروا المقدم، غيخبروا المقدم ديال داك المنطقه، غادي يجي لتما حتى هو غيشم داك الريحه. شنو غيدير هاد المقدم؟ غيعيط للابناء ديال داك مول الفيرما اللي مات. غيجي واحد السيد اللي هو ولد داك مول الفيرما، عنده الساروت، فتح داك الفيرما، بالفعل حتى هو جاتو الريحه خايبه تما. سولو المقدم قال له ما ساكن حتى شي واحد، قال له ودي راه مي مشينا حنايا صافي ما كنفتحوش هاد الفيرما، راك عارفين واقع عليها المشاكل وواقعين عليها داخل عليها المحكمه، ما كنجيوش عليها مره تنجيو ليها، هادشي اللي كاين ما عرفناش هاد الريحه هادي منين جايه. بدو كيقلبوا في داك البيوت تما، كيقلبوا داخل في الدار، كيقلبوا في داك البيت العساس، الريحه كاينه ولكن مين ما نعرف. واحد شويه بداو تابعين الاتجاه ديال الريحه، تابعين حتى كيوصلوا للبير. فاش غادي يوصلوا للبير غادي يلقاو واحد الامر اللي هو غريب. البير داك مول الفيرما كيقول له مودي، داك ولد مول الفيرما كيقول له مودي حنا هاد البير هذا فاش حلنا هاد الفيرما على المحكمه درنا له واحد الغطايه الحديد بالسدور وطرقناه، درنا القفل، وحنا عندنا الساروت ديال هاد القفل، ولكن القفل ما كاينش، القفل ما كاينش فوق داك السداده ديال البير، والريحه من تما كتعطي. الريحه هي خايبه، فاش فتحوا داك الباب عرفوا شي حاجه راها تما، اما غتكون ديال شي بهيمه طاحت واما ديال شي حاجه. داك السيد ولد مول الفيرما قال لهم شوفوا ما غديروا حتى شي حاجه، نعيطوا لرجال الدرك الملكي هما اللي قضيو هاد الغرض هذا. بالفعل عيطوا لرجال الدرك الملكي، جاو رجال الدرك الملكي. رجال الدرك الملكي بحكم الخبره ديالهم، بحكم انهم عاشوا تجارب بحال هكا، عرفوا بان ديك الريحه اللي كتعطي من تما هي الريحه ديال الانسان. شكون اللي في داك البير ما نعرف. غيعيطوا للرجال ديال الوقايه المدنيه، غيعيطوا للتقنيه بصراحه الجريمه، غادي يهبطوا العناصر ديال الوقايه المدنيه للبير، غادي يجبدوا جثه ديال بنت.
جثة ديال البنت يلاه بدات في التحلل، هي مازال الملامح ديالها باينين، وانما هي مازال ما تحللاتش. يلاه في البدايه ديال التحلل البنت كانت لابسه سروال ديال الجين، في الرجلين ديالها لابسه سبرديله، الفوق لابسه طابليه، طابليه ديال البنات اللي كيكون كيقراو باينين ديال الدراسه، غيجبدوا داك الجثه حطوها تمايا، حطوها في الجم ديال البير. سولوا داك الناس تما واش هاد البنت هادي ما ماشي من هنا، قالوا لا سيدي حنا حتى شي واحد ما اختفات له شي بنت، وهاد البنت هادي ماشي من هنايا. رجال الدرك الملكي غادي يوليو يبحثوا في داك البير، غيهبطوا العناصر ديال الوقايه المدنيه، غيجبدوا واحد المحفظه، ديال هاد البنت هادي، محفظه فاش قلبوا كاين فيها الكتوبه، وعندها واحد البطاقه ديال التلميذ، ماشي البطاقه ديال الطالب، وانما البطاقه ديال التلميذ، كيكونوا عند الناس ديال كيقراو في الاعدادي او في اللي مازالين تلاميذ، كيكون عندهم واحد البطاقه مكتوبه فيها الاسم والعنوان وكل شيء. داك البنت خلال داك البطاقه اللي جبدوها من الشنطه ديالها كانت سميتها فلانة، بنت فلان ساكنه في بلاصه فلانيه، هي ماشي بنت داك الدوار، وداك البطاقه ديال التلميذ حددت هاد البنت هادي شكون هي. البنت تكون في العمر ديال هذاك 16 سنه 17 سنه، غير البنت وافيه، ماشي دوك البنات اللي كيكونوا ضعيفين، وانما بنت وافيه وجود الجسمانيه ديالها وافيه، بنت باينه عاطيه العين عامره. على ايين رجال الدرك الملكي سولوا داك الناس، حتى واحد قال لهم سيدي ما كنعرفوش هاد البنت هادي. البنت تكون شي 15 يوم على حسب الخبره ديالهم، باينه راه 15 يوم ولا شي 20 يوم باش طايحه فوز داك البير. البنت فاش جبدوها عندها واحد الاثر ديال الدم، وعندها واحد الضربه في الخلف ديال الراس ديالها، هاد الضربه اللي عندها في الخلف ديال الراس ديالها بينا بشي اله راده، شي اما بشي حجره واما بشي زرواطه او بشي حاجه بحال هكدا. رجال الدرك الملكي غيخبروا النيابه العامه، غتقول لهم عمقوا البحث في هذه القضيه هذه وفتحوا تحقيق، غادي يحيلوا جثه على مستودع الاموات قصدا تشريح للوقوف على ملابسات ديال الوفاه. البنت ماشي من هاد الدوار، البنت ما قريباش لهاد الدوار، اجابها لهاد الدوار، شكون اللي جابها وحطها هنايا؟ رجال الدرك الملكي سولوا داك اللي فتح لهم الفيرما، ولد مول الفيرما، قالوا له هاد الفيرما هادي ما ساكنينش هما فيها؟ قالوا لا سيدي ما ساكنينش فيها، حنا مره تنجيو ليها في العيد، الكبير كنجيو بحكم اننا ساكنين في المدينه، وانا وخواتاتي وكذا وكذا، كنجمعوا هنا وكندبحوا هنايا لان كاين اتساع وكاين كلشي، كنجمعوا داك اللحم ديالنا بعد ما كندوزوا النهار ديالنا ديال العيد، وكنجمعوا داك اللحم ديالنا تمشيو للمدينه. هاد الفيرما هادي راه وقع عليها نزاع وراه داخله للمحكمه، وكحنا ما مدابزينش بين خوتنا، الخوت راه متفاهمين، حنا ما تفاهمناش بيناتنا على القسيم، حلناها على المحكمه تقسم بيناتنا. قالوا له ما كاينش واحد كيجي للفيرما؟ قال لهم لا سيدي حنا ما جينا في العيد، وراه العيد راه مده هادي باش داس، من العيد حنا ما جينا لهنايا. هنا رجال الدرك الملكي لقاو راسهم امام لغز محير في هاد القضيه هادي، ما عرفوش هاد البنت هادي بنت من، شكون هي، بحكم داك البطاقه ديال التلميذ هي اللي غتبين لهم شكون هي. رجال الدرك الملكي مشاو لذاك العنوان اللي كاين في داك البطاقه ديال التلميذ، غيمشيو غيدقوا في الباب، كتخرج عندهم واحد السيده، قالوا لها واش الدار ديال فلان؟ قالت لهم سيدي بالفعل دار فلان، فين هي؟ وقالت لهم سيدي راه غادي راه شي 20 يوم باش ديكلارينا في المركز الدرك الملكي في البلاصه الفلانيه بالاختفاء ديال البنت ديالنا، ما عرفتوش فين مشات. قالوا مسيدي، قالت لهم سيدي ما عرفناش فين مشات. البنت كانت قاريه في الصباح، مع الوقيته ديال 12 ما رجعاتش، بقينا كنتسناو 12 في العشيه ما رجعتش البنت، مشينا قلبنا ما خلينا فين مشينا، عند عائلات مشينا كذا، البنت ما بانت شي، مشينا ديكلارينا. هنا رجال الدرك الملكي غادي يقول لهم ودي راه لقينا واحد البنت في البلاصه الفلانيه، غتمشيو معنا دابا لمركز الدرك الملكي، بغينا نسمعوك في واحد القضيه، غتمشي هاد الزوجه والزوج ديالها غيمشيو للمركز ديال الدرك. قالوا لهم ودي ما كاين ما نخبيو عليكم، هنا لقينا واحد البنت، في الدوار الفلاني، هاد البنت هادي لقيناها ميتة ومليوحة في واحد البير ومعها شي أدوات، حنا ما متأكدينش واش البنت ديالكم ولا ماشي ديالكم، غادي تمشيو معنا لمستودع الأموات وغادي تما تشوفوا واش هي ولا ماشي هي. بالفعل مشاو هاد العائلة، مشات مع رجال الدرك الملكي لمستودع الأموات، غادي يجبدوا لهم الجثة، غادي يتعرفوا عليها. راكم هنا عارفين ردة الفعل ديال العائلة ديال البنت، لأن البنت ديالهم هذيك راه الكبدة ديالهم الغوات صريخ، ما كنهضروش على ديك الحالة.
ديك الحاله اللي راه يحضر ليها شي واحد. هنا رجال الدرك الملكي غيديو هاد الاسره هذه معاهم عاوتاني لابريكاد، غيتصلوا بلابريكاد اللي ديكلارا لهم بالفعل غيلقاو كاين تما بحث لفائده العائله بالتاريخ الفلاني كما قالت العائله. قالت لهم سيدي حنا ديكلارينا النهار الفلاني. غادي يسولوا الام، قالوا لها ودي البنت ديالك كثير العلاقه ديالها معاكم في الدار؟ قالت لهم سيدي بنتي درويشه، بنتي ما كتهش العين في شي واحد، بنتي ما من المدرسه للدار ما عندهاش مع حتى التليفون ما عندهاش. كيفاش هذه واحد النقطه غادي نبغي نوضحها هنايا بين قوسين. شحال واحد كيقول انا بنتي ما كديرش، بنتي ما كتفعلش، اودي سير قلب على بنتك، ما فيها باس تبع بنتك، ما فيها باس تراقب بنتك. شحال واحد غادي يقول لك انا لا بنتي ما كدير والو ما كت... لا سيدي سير تبع بنتك شنو غادي يوقع في هذه القصه هذه، غنعرفوا شنو غادي يوقع لهاد البنت هذه. هنا رجال الدرك الملكي غيتصنتعوا ثاني للاب، قالوا ما سيدي كيفاش انا البنت خرجت نهار الفلاني، قلبنا جيت من الخدمه قالت لي امها راها البنت ما رجعاتش، بدينا كنقلبوا مشينا للمدرسه ما كاين حتى شي حاجه حتى شي خبر عليها، حتى جيتوا دابا قلتوا لنا البنت راه لقيتوها ميته في الدوار الفلاني في البير. قالوا لهم هذه البنت هذه ما عندهاش شي عائله تما، ما عندكمش شي هذا مشات عندهم؟ قالت لهم لا سيدي الدوار ديالنا شوف فين هو الدوار ديالنا، راه بعيد شي 14 كيلومتر لذاك الدوار، وحنا ما عندنا حتى شي واحد كيجينا تما. إذن هذه البنت هذه مع من مشات لتما؟ هذا هو السؤال. الام كتقول لهم سيدي البنت ديالي من الدار للمدرسه، من المدرسه للدار، وعندها صاحبتها وحده. جابوا داك صاحبتها، سولوا داك صاحبتها، قالت لهم سيدي بالفعل البنت راه كانت معنا، وداك النهار كانت مديرونجيا، داك النهار كانت ماشي هي هذيك وخرجات موافقه كتخرج تمشي معنا، خرجات قلنا يمكن راه مشات للدار، حنا سحبنا راه مشات للدار. حتى جات امها كتقلب عليها قلنا لها ودي راه كانت في المدرسه، راها خرجات مع الوقيته الفلانيه، حنا سحبنا جات للدار لان كنا قاريين في داك مكملين النهار، ولكن هي خرجت مع ديك الوقيته ديال 10 ما ولاش رجعت للمدرسه، ما خرجتش معنا في العشيه. مزيان اذا البنت كانت قاريه من 8 ل 12 قرات غير من 8 ل 10 في ديك الوقيته ديال الاستراحه ما ولاش رجعت للمدرسه، ما رجعتش للكوليج، مع من مشات ما نعرف. على ايه رجال الدرك الملكي غادي يخليو هذا الامر هنايا، وغادي يتوصلوا بالتقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي غادي ياكد بان هذه البنت هذه ماتت عن طريق ضربه جاتها في الخلف ديال الراس ديالها كما قلنا بآلة رادة ماشي بآلة حادة، اما ضربت بشي زروطة او بشي حجرة. هذه البنت هذه غادي الطبيب الشرعي غادي يفند داك الهضره اللي قالت الام ديالها. البنت ديجا وقع لها مشكل، وماشي اول مره غدير بحال غدير شي حوايج بلا ما كنا نذكرهم لان الناس كيتفرجوا فينا عائلات وكذا ما نذكروش هذا الشيء. هذا البنت ماشي اول مره غتمشي مع شي واحد. البنت ديجا الطبيب الشرعي قال لهم هذه البنت هذه مشات واصلا راه ما بقاتش بنت. هنا رجال الدرك الملكي غادي يعرفوا الامر بان متعلق قضيه ديال الاغتصاب مرفوقه بالقتل. المهم رجال الدرك الملكي توصلوا للبنت شكون هي، وتعرفوا على الجثه ديال من، بحكم ان كما كانش مع هذيك بطاقه التلميذ ما غاديش يتعرفوا عليها. بقى لهم شكون اللي مولف عليها وشكون اللي صفها لهاد البنت هذه او هاد التلميذه. هنا رجال الدرك الملكي خلال البحث ديالهم في الدوار اللي لقاو فيه هاد البنت هذه في البير، غيتوصلوا تما بواحد الاخباريه. اما هي بان ولد مول داك الفيرما، داك اللي جا فتح ليهم السير، ولدو تيجيب واحد الموتور لتمايا، تيجيب واحد الموتور، تيجلس في داك الفيرما وتيمشي بحالاته. شي واحد قالوا مودي واحد النهار شناه جاب واحد البنت معاه، هاد الولد هذا الولد تكون في عمر ديالو داك 26 27 سنه، ديجا جاي لتما لداك الفيرما. رجال الدرك الملكي كانت هذه معلومه مهمه، شكون هو هاد فلان اللي عنده الموتور من النوع الفلاني؟ غادي يعيطوا لداك ولد مول الفيرما، قالوا عفاك بغينا نسولوك. قال لهم مرحبا. قالوا لهم ودي شي واحد تيمشي للفيرما في عمره 26 سنه وعنده موتور هاكي داير وها الهيئه اللباس ديالو. داك ولد مول الفيرما تعرف عليه قال لهم ودي هذاك راه ولد خاي. ايوا فين هو؟ قالوا ما سيدي لما عارف بان راه هذه شي جوج سيمانات او ما كامله جوج سيمانات راه سافر مشى لتركيا هو شي صحابو. قالوا لي يا ودي شنو غدير؟
عيطنا للاب ديالو، بالفعل عيط للاب ديالو، جا عندهم عاودوا نفس القضيه، تعرف الابن ديالو قال لهم سيدي ما عرفوش كيمشي لتما. هنا هاد الاب ديال هاد الولد هذا غيعيط لهم حدا رجال الدرك الملكي، قال له ودي راه رجال الدرك الملكي بغاوك في شي غرض غادي ترجع في اقرب الاوقات. قال له صافي دابا نجي. رجال الدرك الملكي كانوا كيسمعوا، دوزوا قالوا له ولدي شوف راه حنا بغيناك في شي امر مهم ضروري خصك تجي. قال لهم صافي غادي نجي. بالفعل شي يومين جا هاد الولد هذا، جا هاد الولد هذا حقو معاه، قال له ودي بغينا نسولك. قال له شي ناس شافوك كتمشي لتمايا الدوار وكتمشي لداك الفيرما وكتجلس فيها. قال لهم سيدي بالفعل كنمشي انا السيروس راه خديته من الوالد ديالي وتنمشي وكنجلس تمايا وكنجلس انا وصحابي حقا كنشربوا وكن هادشي اللي تنديروا ما كتديوش للناس. قال لهم لا سيدي ما كنديوش للناس. وقالوا له ودي شي ناس تما في الدوار، قالوا لك شي نهار شافوك مركب شي بنت وداخل بها الفيرما. قال لهم لا سيدي هادشي غير كذوب. رجل الدرك الملكي الولد بان لهم كيدخل ويخرج في الهضره، ولكن ما كاينش شي دليل ملموس ضده، شي دليل ملموس ضد هذا الولد هذا ما كاينش. هنا رجال الدرك الملكي غيتوصلوا بواحد الاخباريه واحده اخرى. هاد الاخباريه من عند من؟ من عند الاستاذه اللي كتقري هاد البنت هادي. هاد الاستاذه هادي غادي تتصل بالاب ديال هاد البنت هادي وغادي تعزيه، وقالت له ودي شوف ما كاين ما نخبي عليك، انا واحد النهار لقيت بنتك راك مع واحد الشاب فوق الموتور، وانا ما شفتهاش، ولكن الراجل اللي كان سايق طوموبيل قال لي ودي شو هاد البنات هادو كيغامروا براسهم، ها هي شوف الدري قداش والبنت مازال صغيره ومركبه فوق الموتور، هي بالطابليه وعائلتها غادي يكونوا راه كيقولوا راه في المدرسه وهي هي في كدور. وواحد اللحظه فشت لقيت البنت هي التلميذه ديالي، هي بنتكم، انا ما هضرتش معها داك الساعه حتى جات لقد ليها في القسم وهضرت معها قلت لها ودي شوف داك الطريق اللي راك غاديه راه ما مسلكاكش، وانت بنت كتقرا مزيان وقرا راسك ودير مستقبلك وداك الطريق راه ما مسلكاش. قالت لها واخا، ومن تما ما ولات جبت معها الموضوع. هاد المعلومات هادي وصلهم الاب ديال البنت لرجال الدرك الملكي. رجال الدرك الملكي غيستدعيو هاد الاستاذه، قالت لهم بالفعل هادشي اللي شت، عيطوا للزوج ديالها. قالوا ما سيدي بالفعل هادشي اللي كاين. هنا هاد الاستاذه هادي غيجيبوها وغيجيبوا راجلها وغادي يجيبوا داك الولد. قالوا لها ياك بعدا عاقل على داك الولد اللي كان، قالوا ما سيدي عاقل عليه راه شتو، غيوقفوه مع شي دراري اخرين وغادي تمشي نيشا ليه. قالوا ما سيدي هذا هو اللي شت سايق الموتور من النوع الفلاني والبنت موراه. اذن هنا الاستاذه عاقله على الولد شكون هو. جابوا عاوتاني الولد قالوا شافوا ها ولدي، دابا حنا قلتي انت هادشي ما كاينش منه داك الناس الدوار كذبوا عليك، ولكن الاستاذه ديال البنت شافتك واحد النهار مركبها، دابا كيما تخبي علينا قول لنا شنو كاين. السيد مازال متشبت بالنكران ما بغاش يعترف ليهم. جابوا شي صحابو سولوهم، جابوا واحد جوج صحابو حقوا معاهم كل واحد على حيده كل واحد بوحديتو. قالوا شوفوا دابا واحد الجو تلقيناها في البير في الفيرما اللي كتشوف كتقصروا فيها. دابا سمعوني نقول لكم هاد البنت هادي راه غير شي واحد منكم هو اللي كانت كتكون معاه، وحنا راه شاكين فيكم نتوما. دابا غتقولوا لنا شنو واقع هنا. واحد من الدراري غادي يخاف على راسه لان سمع بان البنت وكذا وكذا. قالوا ما سيدي شوف فلان هو اللي تيجيب واحد البنت معها على الموتور. شكون هي هاد البنت؟ ودي قال له واحد البنت راه تعرف عليها حدا الكوليج كدوز من تمايا. هنا غادي يجيبوا هاد الولد هذا يقولوا ليه شوف هاد الهضره هادي اللي قلتي لنا غادي تقولها قدام صاحبك. جابوا صاحبو جلسوه قدامه قال له عاودني داكشي اللي قلتي. قالوا ما سيدي هذا كيجيب واحد البنت راه تعرف عليها في حدا الكوليج لان كدوز من تما، هو عنده واحد القهوه ديال باه مقابلها تدوز من تما بدا هاد المره كيهضر معها هاد المره كيشير ليها كيلمح ليها حتى تعرفوا على بعضياتهم. ايوا قالوا ما سيدي وكان كيجيبها للفيرما راه كان كيقول لنا ودي راه كتمشي معايا واشنو. هنا صاحبو كما كنقولوا حنا كب في هذيك العماره قال لهم هو اللي دايرها. اذا ما قالوا ما بقى الاخر فين يهرب. قالوا اسمع ولدي دابا بلا ما تزيد تصعب علينا الامور وتعذبنا معاك قول لنا شنو واقع. قالوا ما سيدي اللي عطى الله عطاه انا غنعاود لكم شنو وقع. قالوا له عاود حنا كنسمعوك. هنا الاعترافات ديال هاد المجرم هذا شنو قال لهم؟ قال لهم ودي هاد البنت هذه تعرفت عليها. وفاش تعرفت عليها
وقعوا بيناتنا انا وياها شي حوايج، والبنت ما بقاتش بنت. واحد النهار ديتها معايا للفيرما، هادي شي تقريبا شي شهر ولا ما كاملش. فاش وصلنا لتما قالت لي ودي شوف انا ما بقيتش بنت، وانا غادي نقولها لعائلتي. الولد خاف، قال البنت قصير وغتقولها لعائلتها، غادي يمشي للحبس، راه فيها الحبس. شنو غادي يدير؟ بقى كيتزيد هو وياها في الهضره. قال لها ودي نشوفوا الحل نديرو ونفعلو. قالت له والو، الحل هو ديرو معايا، دير معايا شي حل دابا، اجي لدارنا ولا شنو غادي دير. الولد بقى كيتزيد هو وياها في الهضره، حسب ما كيقول. ضرب ليها راسها، شدها من عنقها وضرب ليها راسها مع واحد الحيط، واحد الحيط هذاك الحيط ديال الحجر، وخرج واحد الحجره منه. داك الحجره دخلت ليها في الخلف ديال الراس ديالها. البنت طاحت، دميات البنت، صافي اغميه عليها. شنو غادي يدير هو؟ مشى جاب واحد القرعه ديال الماء، بدا تيرش ليها وجهها. البنت كانت فارقه الحياه. اش غادي يدير؟ مشى لداك البير، هز واحد الحجره، بدا كيضرب داك القفل حتى هرسو. فتح داك البير ولح فيه البنت بالشنطه ديالو ديالها، ركب على الموتور ديالو ومشى بحالاته. كانت هذه هي الاعترافات ديال هذا المجرم. هذا متابعينا الكرام، هذا المجرم غادي يتقدم للعداله وغادي يتحكم بالعقوبه ديال 25 سنه من السجن النافذ. متابعينا الكرام، كانت هذه حلقه اليوم. المغزى من هذه الحلقه هذه شنو هو؟ هو بنادم يرد البال لبناته، خصوص البنات وحتى الولاد. الولاد كيمشي للمدرسه، كيقول لك راه مشيت للمدرسه، هو راه جالس مع شي صحابو البلية وبشي حوايج اللي هما خارجين الطريق. البنات كذلك، كتمشي مع المدرسه، واحد اللحظه كتلقاها هي فشي زنقه هي وشي واحد. كاينين اللي متربصين كيبقاو كيتربصوا غير بهاد البنات هادو، لان مازالين عقلهم صغير، مازال كيبان لهم حتى هما الزواج، كيبان لهم يركبوا في الطوموبيلات حتى كيخرجوا على المستقبل ديالهم. متابعينا الكرام، المغزى من هاد الحلقه هذه هي يحضي ولادكم، هي يحضي بنادم ابناء ديالو ويتبعهم، ويقولش حقا بنتي راها مزيانه في الدار، راها حتى برا راها غتكون مزيانه، كيما منضبطه في الدار تبرا تقدر داك الكبت اللي ما كتفجروش في الدار غادي تفجروا على برا. الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي هذه الحلقه. اللي بغيت واحد السيد، بغيت ندير له واحد ديديكاس من هنا. واحد السيد سميتو حفيظ شريطه، هو من مدينه صفرو، صاحب مقهى ديال موناكو مدينه صفرو. كنوجه له التحيه، حتى هو المستمعين ديالنا كنوجه له التحيه، وكنوجه التحيه كاع الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، كاع الناس اللي كيخليونا تعاليق زوينه، كاع الناس اللي كيشجعونا. شكرا لكم بزاف. شكرا الناس ديال مكناس، الناس ديال خنيفره اللي كيتواصلوا معنا. شكرا الناس ديال الجاليه، حتى هما اللي كيتواصلوا معنا. شكرا لكم بزاف. الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وشجعونا بلي لايك باش نوصلوا في نشر هذا المحتوى. الى هنا متابعينا الكرام كننتهي الحلقه، والى حلقه قادمه ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.